السوري الوحيد هو من يمكن أن يحدد مستقبله من دون أي تدخل من الخارج. الحربي الروسي ينفذ غارتين جويتين على محيط مدينة خان شيخون. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في ملفات إريتريا الأسبوعي، ملف جديد يتحدث عن أهم مشاريع إيثار الخيرية لعام 2016، حيث طال المقام باللاجئين الإريتريين بالسودان وهم في انتظار العودة حتى ملت من مساعدتهم الأمم. فقد توقفت المنظمات الإنسانية الأممية عن تقديم المساعدات للاجئين الإريتريين في السودان بحجة استقلال بلادهم، ألا أن إريتريا المستقلة ما زالت ترفض معسكرات اللاجئين بلاجئين جدد للتغلب على نقص الغذاء والدواء الذي نتج عن انقطاع المساعدات. جاءت هذه من منظمات إنسانية من أبناء المجتمع المتضرر، ومن هذه المنظمات منظمة إيثار للإغاثة التي قدمت عددا من المشروعات الناجحة لمساعدة اللاجئين والمجتمعات المحلية في شرق السودان ومخيمات اللاجئين الإريتريين في اليمن. مشاهدينا الكرام، لمعرفة المزيد عن مشاريع إيثار الإغاثية والخدمية معنا في الاستديو الأستاذ سعيد عبد الرحمن، كما أيضا سينضم إلينا مدير المشروعات بمنظمة إيثار، كما سيشاركنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ سلطان عمر المدير التنفيذي لمنظمة إيثار. أهلا بكم في هذه الساعة ونرحب بالضيف. أهلا وسهلا بك أستاذ سعيد، سعدنا وجودك معنا. مرحب. مع إيثار الخير وأعمالها الخيرية التي نشهدها ونشهد هذا التطور يوما بعد يوم، عاما بعد عام. بداية أستاذ سعيد، حدثنا عن آخر عمل إغاثي نفذته منظمة إيثار في العام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، كل عام وأنتم بخير، رمضان مبارك، تقبل الله من الجميع. حقيقة قبل أن أبدأ في موضوع إيثار ومشاريعنا في 2016، دعيني أخت ريم أبدأ بتعازية ودعواتي للغرقى، للاجئين الذين يتدفقون عبر البحر المتوسط والمأساة تزداد. المرة هذه الوجع كان زيادة، لأنه سبحان الله كثير من أعرف في مدينة لندن، سواء من الأقرباء أو من الزملاء، أخواتهم وأخوانهم يعني كانوا ضمن القرقة، فشعرنا بالأسى أكثر، لأنه ربما زمان كانت مجرد أسامي نقرأها. نعم. الآن لما ترى العزاء أمامك شوية الألم يكون أكثر. الشيء الآخر، اليوم أيضا فوجئنا بوفاة أم الأخ عظيم. الأخ عظيم من تشاريتي رايت هو من أحد الأخوة الذين أخذوا على عاتقهم مساعدة اللاجئين الإريتريين دون أن يعرف مأساتهم. مجرد جلسة مع أبو سلمان واقتنع بالقضية وزار السودان 4-5 مرات في فترة مرض والدته. نعم. وهم أكبر الداعمين الآن مع مؤسسة إيثار لمعسكرات اللاجئين، فنسأل الله عز وجل. أعتقد في هذا الملف شاهدنا صورة له، وأيضا في بعض الفيديوهات. يعني صحيح 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 صحيح، نقدم عزاءنا الشديد، نقدم عزاءنا للأخ عظيم فعلا. وهذه هذه صورته. نعم صورته هنا. نعم. وإن شاء الله يعني إيثار مبادرة منها، وأيضا تخليدا لذكرى والدته، إن شاء الله أحد الآبار ستسمى باسم والدة عظيم إن شاء الله، حتى يكون لهم أجر وصدقة جارية إن شاء الله. عودة إلى المشاريع إن شاء الله. المشاريع 2016 إيثار تنمو مع الحمد لله بفضل الله عز وجل، مع دعم ومساعدة المجتمع الإريتري والمجتمع الدولي.
في 2016 بفضل الله عز وجل في رمضان بالذات، دعيني أبدأ برمضان. هدفنا أول شيء أن نصل إلى عدد أكبر من العدد العام الماضي. العام الماضي استطعنا مساعدة 30,000 لاجئ في شرق السودان واليمن. العام هذا إن شاء الله تعالى في رمضان 2016 الهدف أن نساعد 50,000 لاجئ. حتى الآن قمنا بتوزيع مساعدات أو طرود سلات غذائية لأكثر من 25,000 لاجئ في شرق السودان وفي اليمن الحمد لله. ولدينا شركاء الحمد لله أقوياء مخلصين متعاونين من أمثال مؤسسة أمة والفير تراست، هيومن أبيل إنترناشنال، UK إسلاميك ميشن، تشاريتي رايت، أحد المؤسسات في الكويت، وكثير من الشركاء والله الحمد يعني بالتعاون الجميع وصلنا إلى هذا العدد الكبير. طبعا هذه الطرود وصلت قبل رمضان عكس ما حدث العام الماضي. صحيح. هذا يعتبر تحدي كبير. تحدي كبير. العام الماضي والأعوام الماضية عادة إنه تجمع الفلوس من الناس وبعد حملة التبرعات إلى تحول المال إلى السودان يكون يوم 15 رمضان دخل أو في أواخر رمضان. العام هذا إن شاء الله الحمد لله كان الخطة إنه نوصل المساعدات قبل بداية رمضان. ولله الحمد في معسكرات أم قرقور كيلو 26 وعبودة والقربة التوزيع الغذاء كان قبل رمضان بثلاث أربع أيام ولله الحمد، وشقراب كان في أول يوم رمضان، فهذا إنجاز جيد. في اليمن أيضا في معسكر خوخة كان في أول يوم رمضان ما شاء الله، فهذه إنجازات الحمد لله يعني كان بتعاون الجميع. حاب أعرف تفاصيل قد تهم البعض وقد لا تهم البعض، ما يعني حدثنا عن هذه الطرود ماذا تحتوي أو ماذا تحوي على الطرود الغذائية؟ الحمد لله يعني فيها ما يكفي إن شاء الله لمدة شهر. فيها 20 كيلو من الدقيق، 10 كيلو من السكر، حوالي 6 كيلو من العدس، فيه تمر وفيه زيت وفيه بعض البقوليات، فيه عصير، العصير اللي يكون مركز في اليمن مثلا، في زيادة في الفول المصري وبعض الأشياء الرمضانية زي في السودان مثلا في بعض التوزيعات فيه اللي هو قمر الدين أو الكركديه. فالسلة الغذائية إن شاء الله تكفي لمدة شهر بإذن الله تعالى. يعني ومن يقوم بتوزيعها وكيف يتم التوزيع؟ نعم، احنا عندنا شركاء ممتازين جدا في أرض العمل نفسه في السودان، نعمل مع الهيئة الخيرية الإسلامية للشؤون الاجتماعية، وفي اليمن نعمل مع أرض الصدق، كليهما عملوا في هذا المجال لأكثر من 20 عاما وخبرة واسعة جدا في عملية التوزيع وعملية معرفة المحتاجين، وعندهم قائمة والقائمة هذه توثق من قبل مكتب الأمم المتحدة ومن قبل لجان المعسكرات أيضا حتى لا يكون هناك أي حساسية أو تلاعب أو مثلا إنه الناس تشعر إنه في تفضيل معسكرة لمعسكرة أو شخص لشخص. كل الحمد لله تعالى يعني في تعاون كبير في هذا المجال، فالقائمة تصلنا نحن ومن ثم نقرر يعني كم حجم المساعدات التي تذهب إلى السودان وإلى اليمن. يعني القائمة حتى الناس اللي بتسافر رقم يجينا. معين للسودان واليمن؟ أي نعم. طبعا في السودان العدد مهول، العدد كبير، يعني عندنا لاجئين حتى الآن في المعسكرات فقط ما لا يقل عن 150,000 لسه موجودين في المعسكرات اللي هي تعتبر حتى الآن عندها اسم معروف بمعسكرات اللاجئين. في عندنا ما يقارب من 100,000 في المعسكرات اللي رفع عنها صفة المعسكرات، فعدد ضخم جدا في السودان، ما لا يقل عن 250,000 إلى 300,000 موجود في السودان. في اليمن بالنسبة للاجئين في السودان يعني نتحدث عنهم أكثر، هل الجميع يصله هذا الطرد أم هناك للأسف الشديد؟ للأسف الشديد ليس الجميع ما يصل من الطرود الغذائية والسلات الغذائية والمساعدات إفطار صائم ربما لا يتجاوز أكثر من 20% بالكثير، 10 إلى 20% للأسف الشديد. يعني أنت تتحدث عن مأساة يعني 50 عاما لمجتمع يصل عدده الآن إلى 500,000 في السودان. ربما الناس تتحدث عن معسكرات اللاجئين في كسلة نفسها، في ناس عديمي ما عندهم معدومين، ما عندهم شيء، أرامل يعني ما عندهم ما يستطيع يعني يسروا بها أنفسهم يعني من الطعام والشراب. في مدن اللي تعتبر القرى حوالين في شرق السودان في عدد كبير جدا من الإريتريين، لذلك العدد يعني ضخم جدا، 500,000 حتى يعني قليل.
في عندنا ناس في الخرطوم وفي أماكن أخرى. الإريتريين طبعا منتشرين في السودان بشكل كبير جدا، لكن نحن تركيزنا في معسكرات اللاجئين، لأنه هذا اللي هو تقدر تتعاون مع الجميع وتوصل المساعدات، ومع ذلك ما نستطيع أن نصل إليهم. العدد ضخم. وفي اليمن طبعا المأساة إنه في عندنا إريتريين متواجدين في مدن صنعاء ومدن حديدة. صنعاء طبعا في الوقت الحالي الوضع صعب جدا بسبب الحرب الأهلية. نعم. هناك في الخوخة توزيع سهل، في حديدة لا بأس، في صنعاء لكن صعب. صعب طيب جدا. نعم. لا تصل إلى اللاجئين. والله نصل إلى من نستطيع أن نصل لهم طبعا. نعم. أو رقم معين تخبرنا أعداد اللاجئين في صنعاء؟ في صنعاء عندنا في معسكر الخوخة ما بين ربما 4000 إلى 6000 لاجئ موجود، في صنعاء ربما 2000 إلى 3، في الحديدة ربما ما بين 1000 إلى 2000 عائلة. نعم. طبعا مع الحرب الأهلية الأخيرة في تحركات، أصبحت ربما ناس هاجروا، ومن ضمن الناس اللي توفوا. نعم. على فكرة قبل أيام قليلة في البحر المتوسط. أيوة. كانوا بعض الناس اللي هربوا من اليمن. يعني وهؤلاء أنا أعرفهم من أقرباء ناس نعرفهم، يعني سبحان. نعم. الله رحمة الله عليهم. نعم. في تعاون أيضا مع المنظمات، منظمة أرض الصدق. نعم. باليمن. نعم. التي تتم هي تقوم بتوزيع. نعم. هذه المساعدات. أي نعم. في اليمن حقيقة أرض الصدق ما شاء الله يعني يقوم بعمل جبار جدا. بالإضافة لليمن اللي أحب أنبهه أنه بسبب وضع الحرب في اليمن، بسبب تعاملنا مع شركاء هنا أيضا، نحن نوزع أيضا أغذية اللاجئين اليمنيين. نعم. وليس الإريتريين فقط، هؤلاء اليمنيين المتضررين. بالتأكيد. هذه مسألة إنسانية شاملة. بالتأكيد. يعني. نعم. ففي آخر 3 حملات توزيع شمل التوزيع تقريبا بنسبة كبيرة اليمنيين اللاجئين أيضا. شيء طيب. جميل ومبشر. لكن كيف يمكن معالجة هذه الإشكالية، الأعداد الضخمة التي لم تنل الحظ أو النصيب الأكبر في هذا الدعم أو المساعدة من قبل إيثار أو قبل المؤسسات الخيرية الأخرى؟ طبعا في 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 الأفضل حل هو أن نخرج أصلا من هذه المأساة. يعني هو أفضل حل إنه المجتمع الدولي يجد حل للاجئين، أن يعودوا طوعا إلى بلدانهم، أو إنه في أماكن تواجدهم يكون في الخدمات الأساسية بشكل ضخم. طيب إيثار فيما نقدمه الآن نحن والمؤسسات الخيرية إنما هو شيء مؤقت للأسف الشديد. تركيزنا الآن إنه على المدى البعيد ماذا يمكن أن نقدم لأخواننا اللاجئين. يعني الآن في المشاريع العام 2016 ركزنا كثير على المشاريع التعليمية، على رعاية الأيتام، على المشاريع الصحية. ففي مشاريع التعليم مثلا الآن نحن نتبنى تقريبا حوالي 14 مدرسة، نتبنى الغذاء المدرسي، رواتب بعض المدارس، ترميم كتب مدرسية، تدريب للمدرسين كما حصل في مدرسة كيلو 26 اللي هي مدرسة أبي ذر الغفاري. هذه الأشياء تبني المجتمع، تدريب المعلمين وبناء المدارس تساعد في أن المجتمع يكون متعلم ومن ثم يقف على قدميه. حفر الآبار، إيثار الآن على وشك الانتهاء من حفر 4 آبار إن شاء الله تعالى عما قريب، وفي آبار أخرى إن شاء الله ستحفر. هذه آبار ضخمة تخدم المعسكر اللاجئين والقرى المجاورة، تساعد حتى في الري، في الزراعة. بالتأكيد. وفي البهائم. فمثل طيب. هذه المشاريع ربما تساعد، لكن على المدى البعيد يعني هو أفضل حل أنه نتعاون مع مكاتب المتحدة، المنظمات الدولية، أن نجد حل لأخواننا اللاجئين، لأنه هذا ليس حل يعني أنه فقط تقدم مساعدات. خصوصا كما ذكرت أعداد هائلة جدا لا حظها من هذا الدعم. إذا توقفنا عند أهم المشاريع لهذا العام، أهم مشاريع إيثار كيف تصفه؟ بفضل الله عز وجل في 2016 ربما أهم المشاريع ستكون التعليمية. التعليم هو ربما تذكرة مرور اللاجئ من عالم الفقر إلى عالم ربما الاعتماد على النفس، وعالم لا نقول عالم الرفاهية، ولكن على الأقل أن يقي نفسه من السؤال. يعني فالمشاريع التعليمية سيكون لها دور كبير جدا. الأستاذ سلطان إن شاء الله سيتحدث بعد قليل بشكل مفصل عن مجمع الأمل، لكن كما ذكرت يعني الآن معظم المعسكرات ليس فيها ثانويات. هذه مأساة بالنسبة للأخوان اللاجئين، إنه طالب أحلامه تتحطم في عمر 13 و14 سنة. تتوقع. الأساس نعم الأساس الأمم المتحدة تقول إنه مهمتهم هو فقط تقديم الأساس،
والأساس حتى في السودان اللي هو من الصف الأول للصف الثامن كثير من الفصول المكدسة، لا يوجد طاولات، لا توجد مثلا الأشياء اللي يحتاجها الطالب، المدرسين رواتبهم ضعيفة. فالآن إيثار تحاول أن تساعد في أنه هذه المدارس يكون عندها من مواد التعليم كان أو تدريب المدرسين ما تستطيع، بالإضافة لبناء الثانويات. الحمد لله احنا في الماضي بنينا ثانويه سنابل الخير وغيره من الثانوية، ثانويه الرحمه، والان ايضا بصدد ان شاء الله النظر في بناء ثانويات اخرى. التعليم هو تذكره. الشيء الاخر الطلاب الجامعيين، كثير من الطلبه يخلص ما عنده الامكانيه يواصل في الجامعه. هذا برضو من المشاريع اللي ننظر لها. ايضا من ضمن المشاريع اخواننا في مؤسسه كافل كانوا بداوا مشروع ماهر ممتاز جدا، لكن طبعا اليد الواحده لا تصفق، المهمه كبيره جدا، ونحن ايضا سنساهم في مسألة التدريب المهني. نعم، وإعادة إن شاء الله التأهيل في الناس اللي فقدوا فرصة التعليم بالذات. حبيت أسألك، يعني لا أدري، المعسكرات مترامية وكثيرة، يعني لديكم إحصائيات كم عدد من الطلاب من الأعمار 13 إلى 18 سنة يحتاج إلى التعليم الثانوي؟ كم هم من الأعداد المتبقية التي لم تتلقى التعليم؟ لأن التعليم فعلا هو الأساس وهي بداية الانطلاقة لبناء مجتمع. كيف هو دوركم في هذا الأمر في الإحصائيات؟ يعني لك أن تتخيل. طبعا لدينا بعض الإحصائيات بالله الحمد، يعني مقدمة من رسميا من مكاتب الأمم المتحدة، لكن الشيء اللي لازم نلاحظه أن مكاتب الأمم المتحدة أو الحكومة السودانية لما تقدم التقارير هي فقط للمدارس الرسمية بتكون، لكن في السودان كما نعرف أنه في خلاوي كثيرة أيضا. أوكي، اللي هو تعتبر غير رسمي، خلاوي القرآن، كثير من الطلبة اللي القرآن يا يختار إما أنه ما في فرص. فتقريبا عدد الطلبة اللي موجودين في الأساس في مدارس الأساس ما لا يقل عن تقريبا حوالي يمكن 30 إلى 40 ألف طالب. فأنت إذا تتخيل عندك 30 إلى 40 ألف طالب أوكي في مدارس الأساس أو في الخلاوي، وما عندك ثانويات تستوعب أكثر من ربما ألف طالب، بالتأكيد البقية إلى أين يذهبون؟ طيب من الألف أو 1500 طالب اللي يذهب إلى ثانويات، ممكن كم واحد منهم يذهب إلى الجامعة؟ كم واحد يدخل عنده فرص يعني؟ نعم. فربما لهذا السبب نحن نعيش في دائرة الفقر والعوزة، لأنه كثير من الطلبة لا يجدون فرص التعليم أو فرص إنه يتعلم حرفة مهنية. هل هناك فرص للمنح من الحكومة السودانية إلى أبناء اللاجئين؟ طبعا في السودان في طرق رسمية بالنسبة للطلبة أن يقدم في الجامعة، سواء بمبالغ رمزية أو أنه الطالب في كما هو في كثير من الأحيان يحق له أن يحصل على جنسية سودانية، فممكن عن طريقها يدخل في الجامعات وغيرها. أيضا الآن في فرص ومنح تعليمية متوفرة في دول الجوار أو في تركيا على سبيل المثال، ونحن نسعى أيضا إن شاء الله أنه يكون هذه الفرص متاحة لإخواننا اللاجئين، سواء على مستوى الجامعات أو مستوى الماجستير والدكتوراه إن شاء الله. سألتك هذا السؤال لأن ولو لا نريد أن نخرج من هذا الموضوع الأساسي، أن هناك أيضا كثير من الشباب المتواجدين على في مخيمات خوخة في اليمن هم أيضا توقفوا عند حد الثانوية العامة، لكن لم يستطيعوا أن يدخلوا إلى الجامعة. لا أدري كيف يمكن معالجة هذه المسألة بين إيثار وكافل التي أيضا تقوم بدور ماهر في إعادة تأهيل ومحاولة إيجاد أي حلول أو منافذ لمساعدة هؤلاء الشباب بدلا أن يذهبوا أو يفكروا إلى الانتحار عبر البحار. بداية نسأل الله عز وجل أن يعم السلام في أرض اليمن. طبعا وجود السلام بيهيئ لك فرص أنك تعمل في مجالات أخرى يعني. بالتأكيد نحن تعاوننا مفتوح جدا مع أخواننا في كافل والمؤسسات الإدارية في تعاون إيجابي، وأنا متأكد إن شاء الله لو وجد الفرصة الأخوة في كافل لن يدخر أي جهد. حقيقة الأخوة في اليمن القلة القليلة التي دخلت الجامعات شرفونا، يعتبر من أفضل الطلبة في الجامعات اليمنية. قبل أيام قليلة أخواننا في أرض الصدق بعثوا لنا ببعض الصور عن تخرج الطلبة، وكانوا من الذين حققوا نتائج باهرة، فنسأل الله لهم التوفيق. لكن أكيد لابد أن نجد سبل سواء للجامعات أو للتعليم الحرفي المهني، حتى لا يضطر هؤلاء الشباب ربما إلى الهجرة الغير شرعية التي تؤدي بحياة الناس، أو حتى في 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 نفس البلد الفقر قد يسبب أشياء كثيرة كوارث أخرى، والحرب والمرض وغيرها والجهل أيضا. بالتأكيد. طيب عودة
أستاذ سعيد إلى الموضوع الأساسي، إذن هذه الطرود الغذائية هل هي فعلا تساهم في حل ولو نسبي؟ قلت شهر، يعني شهر هي ليست كافية، يعني دائما نحن ننتظر رمضان فقط لنساهم وندعم ونعمل الخير، يعني عذرا وكأنه نستغيث بالناس، ولكن بعد شهر ما الذي يحدث؟ ربما ضغطت على الجرح الحساس. سبحان الله، هذه إحدى المآسي في معسكرات اللاجئين، إيثار ربما بالمستطاع في الوقت الحالي ما قدمناه يعتبر إنجاز طيب، ولو أنه في حجم المعاناة يعتبر متواضع. الآن على سبيل المثال ضمن المشاريع المتواجدة مع إيثار اللي هو إنه إيصال غذاء بشكل شهري لمدة عام على الأقل للأسر الأكثر فقرا وتضررا. عندنا ما لا يقل عن 510 أسرة الآن بيصلهم مثلا غذاء شهري، هذول اللي يكونوا معدومين تماما، يعني بسبب ربما أرملة لا تستطيع الخروج من المنزل، ناس عندهم إعاقات، ناس عندهم أمراض عقلية، كبار السن، أشياء كثيرة وغيره. سبحان الله، يعني فهذول مثلا قاعد يوصلهم، وإن شاء الله العدد يزيد في المستقبل. غيره أيضا العمل في الشهور الماضية كنا وزعنا طرود غذائية بسبب موجة الجفاف اللي سببت في انه الزراعه كان حصل دمار كامل. والان كثير احنا مقبلين على الصيف، على الصيف ايضا شديد الحراره، والزراعه يعني ليست كالعام الماضي. في بعض المعسكرات مثل كيلو 26 او ناس ام قرقور في عندهم بعض الاراضي الخضراء حوالينهم، لكن السنه هذه كان الجفاف تام، يعني سبحان الله، فما وجدوا ثمره الزراعات والجهد اللي بذلوه في بدايه السنه يعني. فهذا نداء لمجتمعنا. يعني اذا اين الاشكاليه؟ هل هي في اليوم المشاهدين الذين يعني يشاهدوننا في هذه اللحظه والتو ينتظرون فقط رمضان ليقدموا ويساهموا، ألم يفكروا بعد رمضان؟ أكيد. إشكالية فيهم في فهم معاناتهم، أم إشكالية عدم وصول المعلومة إليهم؟ أين الإشكالية أو الخطأ؟ شوفي يا أخت ريم، أعتقد ربما كمجتمع إريتري ربما إحنا مررنا بمصائب كثيرة جدا وظروف صعبة جدا. المفترض أنه إحساسنا وشعورنا بمصائب إخواننا يكون أفضل بكثير يعني. فأنا أتمنى إن شاء الله تعالى أنه التجاوب يكون أفضل. الحمد لله في الآونة الأخيرة يعني نشكر الله عز وجل في الأول والأخير، ولكن شعبنا كان التجاوب والمبادرات جيدة، والآن في تواصل والله يعني لم يحدث من قبل من إخواننا في السويد، في سويسرا، في ألمانيا، في أمريكا، كندا، والله يعني أنا لا أذكر هذه الأسامي مجرد، لكن في أستراليا، فيعني مجموعات كبيرة تعمل كخلايا نحل يعني بجد، حتى يوصلوا بعض المساعدات وقاعد يتواصلوا عن طريق إيثار. فنشكرهم جدا ونتمنى إن شاء الله يواصلوا إخواننا في اسكندنافيا، في النرويج والدنمارك، الواحد في السعودية والخليج، في الخليج بكامله في مجموعات قاعد تعمل. فإحنا لو حصل التعاون بالتأكيد حنخفف من حجم المعاناة اللي قاعد تحصل في المعسكرات من خلال الطرود الغذائية، من خلال التعليم، توفير فرص التعليم. يعني من ضمن الأشياء مثلا أقول لك في التعليم الآن الروضة في معسكرات اللاجئين، لا يوجد حتى روضة واحدة. تخيل أنت الطفل يعني القش هو عايش في القطية البسيطة، يعني أنا عفوا المقاطعة، شوف الصور يعني جميلة، شوف الصور الجميلة. يعني أتمنى المشاهد اليوم المجتمع الإريتري بالتحديد أن يرى هذه الصور الأطفال، يعني أنا تأثرت صراحة، يعني أطفال في يعني نظرة حزينة في هذه الصور وغيرها من الأطفال الصغار المنتظرين على أمل، صور لفتيات صغيرات في السن وأصغر منهن أيضا تقول لي لا يجدنا روضة، لا يجدنا مدرسة تحتضنهم، يعني يظل هذا الطفل في الشارع محتار أو يرى مأساة عائلته وأهله. إلى أي مدى هذا التقرير السنوي يساعد في رفع سقف الوعي عند اليوم الإريتري المعرفة حقيقة، لأنها تشمل فيها صور حدث وقصص ومشاهد وشيء رائع يعني. بالتأكيد بالتأكيد المجلد. أنا أتمنى إن شاء الله طبعا الناس يزوروا موقعنا سواء بالعربي أو بالإنجليزي إيثار ريليف، أو يزوروا في الفيسبوك، فاللينك موجود إن شاء الله ننزله أكثر كمان الآن. يشاهدوا المشاريع الحقيقية على أرض الواقع. لابد. إيثار حقيقة تقود هذا العمل بجدية كبيرة جدا والله. يعني إحنا فريقنا بداية
أخونا العطيل العافية الأستاذ سلطان عمر اللي هو قدوتنا في هذا العمل الذي لا ينام والله ليل نهار من أجل أخوانه في معسكرات اللاجئين، أصبح همه الأول والأخير هو مساعدة، والجميع يعرف هذا، وأنا لا أريد أن أثني عليه يعني أمام الملأ، نسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء يعني. طيب، لكنه رجل لا ينام، وأعتقد أنه هذا الهم هذه الهمة اللي عنده أعتقد قاعد يمررها الآن يعني لمجلس الأمناء، لأخوانه في التنفيذية، والكل يعني دائما مشغول ومهموم، ماذا نستطيع أن نقدم من مساعدات تنقل أخواننا في المعسكرات من حالهم إلى حال أفضل. نعم. العدد ضخم جدا، التعاون نحتاجه، وإحنا من خلال التقارير نتواصل مع مؤسسات كبرى، والمؤسسات الكبرى ومكاتب المكاتب الدولية كمكاتب الأمم المتحدة وغيرها تستطيع تأثير مع بعض، تأثيرنا على العمل حيكون أكبر بكثير، التغيير حيكون أكبر بكثير. فهذا هو أنه أينما كنا كإريتريين اللي يستطيع أن يوصلنا لمتخذي القرار، من يستطيع أن يوصلنا إلى من لديهم القدرة المالية، القدرة الإعلامية، أنه نتعاون، يجب أن نسلط الضوء على مشكلتنا في معسكرات اللاجئين، وإلا الصمت الطويل لن يفيدنا. من 1967 حتى الآن 50 سنة تقريبا والعالم يعني في صمت. يعني هذا التقرير يعني يهمني الآن، هذا التقرير هل يصل إلى كل يد إريتريفية؟ نعم موجود إن شاء الله، اللينك موجود في 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 الفيسبوك، إحنا أرسلناه مجرد ما نزل. وعلى فكرة يعني إحنا ولله الحمد يعني يعني إيثار في عملها شفافة بشكل غير عادي جدا. يعني التقارير حق كل السنوات بتفاصيل دقيقة موجود، يعني كل ما يهم المرء في متابعة العمل الخيري في إيثار ومؤسسات الخيرية موجود هنا إن شاء الله تعالى، يعني والأمر إن شاء الله يعني بين أيديكم، لأن الآلية هي آلية النشر والوعي وحقيقة فهم كل ما يحدث في داخل هذه المعسكرات. اليوم لابد أن نكون كما ذكرت بشفافية ووضوح لشرح ما هي معاناتهم بالصوت، بالصورة، بهذه الكتيبات الهامة جدا، تكون متناول بيد الجميع لتتضافر الجهود. الآلية مهمة جدا لإيصال هذه الرسالة. إلى أي مدى وصلت إلى يعني إلى مرحلة تشعرون بأنكم راضين عنها؟ طبعا لما تكون حجم الطموحات كبيرة وسقف التوقعات أكبر، طبعا الرضا ما بيكون رضا كامل، يعني نحن راضين عن الجهد الذي يبذل الآن، لكن عن النتائج سنسعى إن شاء الله تعالى حتى تكون على مستوى تطلعات شعبنا، على مستوى تطلعات أخواننا في اللاجئين، على مستوى تطلعات اليتيم الذي يأمل أنه غدا يقدر يروح للمدرسة يلاقي اللقمة التي يأكلها بهناء دون أن يذل نفسه. هذا هو أملنا يعني حقيقة، المهمة كبيرة جدا. الآن نحن من خلال الفيسبوك بنصل لعدد كبير جدا من المتابعين، من خلال الإيميلات بنصل، من خلال تواجدنا في المنبر الإعلامي، اليوم متواجدين معكم في ملفات إريتريا إن شاء الله يوم اليوم المساء أيضاً. نعم اليوم المساء مثلا عندنا إن شاء الله حيكون لمدة 7 ساعات حنكون على الهواء مع قناة إيمان باللغة الإنجليزية. طيب. يوم السبت القادم سنكون على قناة الحوار إن شاء الله في حملة تبرعات أيضا، فنحن متواجدين إن شاء الله. طيب أستاذ سعيد اسمح لي، شكرا يعني على هذا الشرح الوافي، ولكن اسمح لي ناخذ فاصل قصير، ومن ثم بالتأكيد نعود مشاهدينا الكرام لمراجعة ضمائرنا وأنفسنا مع إيثار وإيثار الخير التي قدمت لكل اللاجئين هذه المساعدات والدعم الذي نتمنى أن لا يتوقف عند حد شهر رمضان المبارك. أهم مشاريع إيثار الخيرية لعام 2016، كونوا معنا بعد هذا الفاصل. تبرع وشارك لإعادة الأمل في حملة الأمل. الحملة تأتيكم على قناة الحوار الأحد الساعة 9 بتوقيت غرينتش.
كانت والدتي الله يرحمها لها دعوة تدعيها لي: ربنا يجعل في وشك جهرة وبقك سكرة، يعني يحب فيك الحصى في الأراضي، ويحب فيك الرب في عرشه والجندي في فرشه. أحيانا لما التقي حب الناس لي وتقول الله لدعوة أمي الله يرحمها. مراجعات مع الشيخ يوسف القرضاوي يوميا طوال شهر رمضان المبارك، يأتيكم في الأوقات التالية. أهلا بكم، نحن معكم على مدى ساعتين نناقش معا أهم ما يحدث في الشارع المصري. انتظروني في رمضان، انتظروني إن شاء الله في رمضان، انتظروني على قناة الحوار، أشوفكم في رمضان في برنامج نافذة على مصر. نافذة على مصر في برنامج 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 نافذة على مصر على قناة الحوار. قناة الحوار على قناة الحوار مع الدكتور أسامة جويش. استنوني في شهر رمضان في قناة الحوار في نافذة على مصر مع الصديق العزيز أسامة جويش. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. ملفات إريتريا، أهم مشاريع إثارة الخيرية لعام 2016 لهذا اليوم. معنا الضيف في الاستديو الأستاذ سعيد عبد الرحمن، وهو طبعا في منظمة إيثار، وأيضا سيكون يلتحق معنا الآن بعد قليل أستاذ سلطان عمر، وهو المدير التنفيذي لمنظمة إيثار الخير. أهلا بكم، أهلا بك أستاذ سعيد مرة أخرى. لا أدري إذا جاهز الأستاذ سلطان لنأخذه معنا. طيب أستاذ سلطان عمر أبو سلمان، أهلا وسهلا بك، رمضان مبارك عليك إن شاء الله. حياكم الله حياكم كريم. احنا يسعدنا وجودك معنا في هذا الملف لتعطينا اكثر توضيح واضاءات على ايثار واعمالها ومشاريعها الخيريه الاخيره. ايثار في طريقها لاكمال عقدها الاول، ما هي اهم ما تم من مشاريع؟ طيب بسم الله، اولا اهني اخواننا المسلمين عامه والاريتريين خاصه بمناسبة رمضان المبارك، نسأل الله عز وجل أن يجعله عام رحمة وشهر خير وبركة على أمتنا. آمين. ثانيا أعزي أسرنا وأهلنا الكرام بالمسافر الجلل الذي حصل راحوا فيه ضحايا تنقرق عشرات بل ممكن مئات من أبنائنا وإخواننا وأخواتنا، نشارك الألم كل بيت وكل أسرة، هم إخواننا وأهلنا، ونسأل الله عز وجل أن يزيد عنا هذه القمة ويفرج عن شعبنا وعن كل المكروبين. آمين. ثالثا هي مناسبة أن أعزي أخي الحبيب أستاذ عظيم، الرجل الذي جعله الله رحمة لمجتمعنا الإريتري عبر مؤسستهم الكبيرة القوية تشارلز رايز. نعم. في أمه التي انتقلت إلى رحمة الله، نسأل الله عز وجل أن يجعل مقامها للعلميين ومنهم أخونا عظيم وأهله الصبر في الله. امين يا رب العالمين. اختي الفاضله استاذ كريم، اخي حنين، كل عام وانتم بخير. بخير. حنين بخير. اثاره للاقاصه بفضل الله عز وجل من الاهداف الاساسيه التي لعل اخي الاستاذ حنين كنت تداولها من اسباب من الاشياء الكثيره التي احنا خططنا لاجلها، هي ان تكون اثاره للقرن الافريقي، وهذا طموحنا حتى اسمع ايرشلاند هون اوف افريكا ريليز. ولكن في البداية رأينا أن حاجة اللاجئين ووضع المأساوي الذي هو في شرق السودان كان أحوج من الأماكن الأخرى، لذلك فكرنا أن نحيي قضية اللاجئين في المرحلة الأولى. الحمد لله وفقنا في أن تحركنا بهذا الشعار، وكان من أول استراتيجية ربطنا نفسنا مع مؤسسة وطنية سودانية العاملة في شرق السودان، وهي الهيئة الخيرية للرعاية الاجتماعية،
وذلك حتى لكي لا نفتح مكتب ونوظف ونفتح المصروفات، بس لكي نوفر المال للمحتاجين اخترنا هذه المؤسسه. وإثارة الحمد لله لعل الاستاذ الحنين تداولها، كنت اسمع في بدايه مقدمته حتى اعطي جائزه تعليم الفريق عز وجل في معسكرات اللاجئين في مجالات الاثاث والطرود الغذائيه وكفاله الاسر اكثر فقرا، وفي مجال المياه وحفر الابار، في دعم التعليم، بناء مدارس، وتوفير الاجلاس والكتب المدرسي لعدد مقدر من مدارس اللاجئين، وفي الصحه دعم مراكز تحفيظ القران الكريم. وكذلك لان البلد المضيء الشقيق السودان الابي الكريم وحتى في حد ذاته لانه معاناه، ولذلك ايثار حتى لم تنسى هذا الجانب، يشار لها دور في ان تلتفت الى من هم حاجات عديده محتاجه في السودان. لذلك لم نحن نقلق الملف فقط على مشاريع اللاجئين، بل كان لنا مشاركات مع اهلنا مع السودان، الاغاثه العاجله وغسيره قافله اغاثيه قبل عام بالاشتراك مع منظمه المشتار الخيريه والهيئه الخيريه في ولايه النيل الازرق اثر البيانات التي كانت حصلت في السودان. أنا قامت إيثار بتمويل حفر بئر، وأقامت مركز صحي بقرى ولاية الجدارس، والآن تعمل بحفر بئر في منطقة ولاية كسلة، وهذه كلها مناطق تستفيد منها السكان اللي هم خارج معسكرات اللاجئين. نعم. شاركت كذلك إيثار في تمويل بناء مجمع خاص باليتيمات بالاشتراك مع بنك التنمية ولجنة الأعمال الخيرية بمملكة البحرين والهيئه الخيريه في مدينه كفله المنفذين للمشاريع، وهذا يعتبر من المشاريع الضخمه التي إيثار تسعى لها، لان الجسم والفقر ليس له نسب، ليس هو اريتري ولا هو صومالي ولا هو اي كان، لكنه ينتمي للانسان. لذلك نسعى ان نخرج هؤلاء من هذا الوضع، فالحمد لله بسبب بناء مركز صرح عظيم للايتام. هذا المركز ان شاء الله تعالى سيرى نوره عن قريب، ونحن بحاجه الناس ان تبادر ويكون لها دور لله عز وجل في دعم هذا المركز لكي يكتمل ويؤدي رسالته. وطبعا نحن ركزنا عملنا في معسكرات اللاجئين، ولكن في نفس الوقت لم ننسى اهلنا بقدر المستطاع في دعم البرامج المحتاجين، وكذلك دعم البرامج الايتام من كل الجنسيات المتواجده في شرق السودان مع شركائنا الهيئه الخيريه، ونشارك كذلك في الإغاثات العاجلة قدر المستطاع في السودان. تمنى إيثار صراحة أختي ريم كبير، وإن شاء الله تعالى أنا كل يوم أتفائل إن حيتحقق هذا الطموح بإذن الله عز وجل على أوسع المجال بفضل الله عز وجل، بفضل مشاركات أبناء جدتنا بالدرجة الأساسية كما يقال، ما حتى جدك مثل ذكرك، لأنه الآن انتماء الإريتريين حول العالم ومساعدة المحسنين من جنسيات متعددة التي بدأت تشعر بمعاناة التي طال بها الزمن، ولي ثقة الله عز وجل مشاريعنا أن ترى النور أكثر وتقدم أوسع بإذن الله عز وجل. إن شاء الله أبو سلمان إحنا معك متفائلين، لكن إيثار رأيتها تصل يعني لجزء كبير من دول القرن الأفريقي، ماذا تحقق حتى الآن؟ والله كما قلت أختي ريم، نحن حبينا نكون واقعيين حقيقة في إيثار، ما حبينا نحمل اسم كبير نقول نحن متواجدين في كل دول أفريقيا. لذلك نحن عملنا الآن تخصص يعني حتى نقول هذا دائما وي هاف سبيسيفيك تارجت اريتريا بجنيه في السودان، يعني تعرف انت هذا الكلام. فنحن الان متخصصين لانه امكانياتنا محدده وطاقتنا، لانه الايثار المؤسسه اقصي بحتى الى قريب العاجل، وحتى الان تعتبر اقاصه متطوعين الذين يعملون، حتى الموظفين اللي عندنا او اللي يعتبرون ما هم موظفين لانهم لا ياخذون الا مينيموم ويج يعني. نعم. نحن عملنا ما زال يعتبر عمل تطوعي بحت، نحن نقوم نبذل مجهود جبار والاحتياجات كثيره، ليس قرن الافريقي بل حتى السودان في حد ذاته احتياجات ضخمه. نحن امنا في الله عز وجل سبيل ان نكبر، ندخل اثيوبيا وننعم السودان على مستوى اسيا في جنوبه في شماله، ونروح الى 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 جيبوتي ان ندعم الصومال، هذا طموحنا عندنا ان شاء الله تعالى، لكن ما تجاوزنا السودان وشرق السودان الى الان. وكذلك الحمد لله المشاركات الطيبه اللي عندنا مع اهلنا في اليمن، وفي اليمن كذلك بفضل الله عز وجل ما اصلح فقط اللاجئين الاريتريين بل حتى اخواننا اليمنيين الذين يجاوبون هذه المعسكرات التي تتواجد فيها اللاجئين الاريتريين.
كذلك تجدون على مستوى والحمد لله أصبح لنا يعني لمسات طيبة في كل هذه المناطق. نعم شيء جميل. استاذ سلمان يعني مشاريع ايثار ايضا في 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 السودان بعضها ايضا في المدن السودانيه، ما الهدف من ذلك؟ ما سمعت السؤال. ايثار مشاريعها في السودان وايضا في بعض المدن السودانيه، ما الهدف من ذلك؟ والله هدف هدف دعم المدن السودانيه. نعم ما الهدف من وجودها في داخل بعض هذه المدن؟ نعم يعني نحن يا ريم تعرف الاكبر العدد اللاجئين المتواجدين في ارض الهجره هو بحكم التقارب الجغرافي والسودان وشرق السودان، فتواجدنا في السودان حتى ندعم ونقيس على عناية اللاجئين الإرهابيين الذين أصبحوا في بيت المشان. وأحد الأهداف التي أنشأنا لأجل إيثار في البداية كان أصلا هو إحياء القضية المنسية لمن من ذكوك التواجد، تعرفي الطائف اللي كان عندنا واشتغلنا به. طبعا تواجدنا في السودان لأنه التواجد العدد التم للتبين هو في شرق السودان، لذلك تواجدنا في السودان لأن ما وجدنا مجال. نحن نتمنى صراحة إن حتى داخل أمريكا تحتاج إلى نقاشات، يعني تحتاج إلى مجال. نحن نروح حتى نتشارك في الداخل أمريكا بإذن الله عز وجل يوم ما يفتح المجال، وأمنيتنا إن شاء الله غدا أن ندعم برضه في إثيوبيا عندما يفتح المجال ويتسع. نعم. عندنا إمكانيات وقدرات. طيب. بإذن الله عز وجل. أبو سلمان يعني مشاريع عديدة ما شاء الله، إن شاء الله يعني تزيد أكثر وأكثر ويكون في تطور وتقدم. من ضمن هذه المشاريع مجمع الأمل، يليت تحدثنا عنه أكثر. نعم مجمع أمل أخترين الله يبارك، يليت إذا عندكم إمكانية تدعوا الصور اللي هي موجودة عندكم عشان يشوفوها المشاهدين. هذا المجمع يعني سيشمل اليتيمات سواء كانوا في داخل كسلة. نعم. أو كانوا يعني من المعسكرات اللي ممكن هيحتاج هذه، جبنا المجمع الأمل في مدينة كسلة لكي يستفاد منها. أنت عارف الجسم يعني خاصة البنات الوضع أصعب من الأولاد، فالحمد لله ربنا وفقنا بفضله عز وجل. عندنا شراكة مع الهيئة الخيرية الوطنية وكذلك البنك التنمية في المملكة العربية السعودية الله يحفظ أرض الحرمين وحضرة إحدى المؤسسات في البحرين 200,000 دولار شاركوا. نعم. إن شاء الله هذا المشروع ماشي تكلفته تقريبا 670,000 دولار، وإيثار يكون لها نفيذ كبير إن شاء الله تعالى أن تكمل هذا المشروع الصرح العظيم لليتيمات، وهذا بمشاكل عز وجل حيكون له يعني حقيقة بناء دور كبير صرح عظيم للأجيال البنات اللي قدرها حيكون أمهات مربيات الأجيال. نعم. اللي ما كان عندهم مجال للتعلم يعني يفتح لهم هذا المجال. فنحن المجمع هذا صراحة نرى فيه عمل كبير جدا أن يكون إشعاع نور وأمل للأجيال المقبلة من الاهتمامات إن شاء الله تعالى، سواء كان الساكنين في داخل كسلة أو اللي هم متواجدين في معسكرات اللاجئين، يعني عندما يندمون يتعلمون في هذا المجمع الأمل الكبير. نعم. اللي قاعد يجينا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. ومشيت على أبواب الانتهاء وحاجتنا. طيب. إلى دعم ومستمر، وأنا أتمنى المشاهدين الكرام أن يتفاعلوا معنا ويكون. نعم. لهم دور المشاركة في تكملة هذا الصرح العظيم. طيب أستاذ سلمان قبل أن نودعك يعني لابد أن نقف عند محطتك في السعودية التي سمعنا أنها أثمرت كثيرا، يا ليت تخبرنا عن تجربتك عن هذه الرحلة في المملكة العربية السعودية. إيه والله يعني الله يحفظك الصدرين، فعلا الرحلة كانت مباركة على الحرمين، نسأل الله أن يحفظ لها نعيمها وأمنها وسلامها من كل الكيد. فأرض الحرمين أرض الخير فعلا، فيها جاليتنا الكبيرة تحتوي الإرهابيين بمئات الآلاف يعيشون في أمن وأمان، الدولة توفر لهم الحياة كريمة الله يجزيهم الخير، حكام المحكومين في هذه الأرض الطيبة. أنا طبعا كان عندي رحلة في فترة التي فاتت وكان عندي لقاء في قناة المجد مع الحبيب الأستاذ بندر جزاه الله خير، وهذا اللقاء أثر في نفوس الناس وشعرت بمعاناة اللاجئين الإرهابيين. الحمد لله الآن لي زيارة ثانية بلقاء مع بعض الخيرين، الهدف الأساسي منها يعني لكي اشرح المعاناه للناس. طبعا نحن نحترم النظام والاسس الذي تعامل به البلد، وهو ان لا يسمح جمع التبرعات الا للمؤسسات الرسميه التي تشرف عليها الدوله، ونحن كلنا احترام وتقدير لاننا مؤسسه رسميه نحترم ونعيش في مجتمع فيه القوانين.
فالحمد لله اتيت وكان لي لقاءات طيبه مع المشايخ، ومن قبلهم امس كان لي لقاء طيب مع الشخص المان العوده لقاء ثاني، ورجل جزاه الله خيرا ابدى استعداده لدعم قضيتنا القضيه الانسانيه للداعمين الاريتريين، وكذلك اجمل ما كان في رحلتي الى الان، وهناك عده لقاءات ان شاء الله تعالى مرتبه لي مع اهل الخير ووجهاء طيبين من هذا المجتمع المبارك في ارض الحرمين. لكنني كذلك امس اول امس نعم كان عندي لقاء مميز جدا، وهذا يعني يعطينا امل نحن كاريتريين بامكاننا ان نتحرك ونعمل. كان لي لقاء نعم على رجال الاعمال الاريتريين في الرياض، اول مره يتم هذا اللقاء، وكان لقاء طيب جدا، وشرحت لهم المعاناه وقضيه اخوانهم المنفيين، وقلت لهم هذا واجب ينبغي ان نقوم به اهلنا وهم منا ونحن منهم وليس لهم الا غيرنا، وقضيتنا ما احد حيحلها الا نحن بعدنا ببعض. فكان لقاء طيب جدا، وشعروا بمسؤوليه وشعروا بعمق المعاناه التي يعيشها اهلنا في هذه المعسكرات، وكل واحد وعد ان يكون له جزء من اهتمامه اليومي لهذه القضيه ان شاء الله تعالى في المراحل المقبله ان شاء الله. خرجت من اللقاء وانا مسرور وفرح لانني رفعت القضيه الى اهلها وارسلت الامانه، وخاصه الى رجال انعم الله عليهم وادعوهم لغته هذه يعتبرون مميزين، فكان من ابرك اللقاءات التي اجتمعت بها هناك مع اخواني، وحتما حيكون لقاءات تكرر. وانا استغل الفرصه هذه ان اناشد كل الاريتريين حول العالم وكذلك جميع من يستمعوا الى رسالتي الان في الحمله التي ستكون عندنا في هذه القناه المباركه يوم السبت المقبل، ان يستعدوا معنا لدعم اخواننا المنسين في شرق السودان من المؤسسات، من المحسنين، من الداعمين للخير، من اهل الخير، ان يكونوا معنا في مشروع الحمله التي نريد ان ندعم فيها هذا رمضان ما يزيد عن 50,000 تربه الدعم له، وانا اتمنى ان شاء الله ان نتجاوز هذا 50,000 الى ان نصل الى مئات الالاف لدعم اهلنا وتخفيف المعاناه عنهم في هذا الشهر المبارك ان شاء الله قريب. ان شاء الله، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. شكرا لك الأستاذ سلطان عمر المدير التنفيذي لمنظمة إيثار الخيرية، أهلا وطبعا احنا نرحب بك مرة أخرى أستاذ سعيد بعد ما استمعنا لا ما شاء الله كل المشاريع التي ذكرها وكل هذه الإنجازات التي قدمها فريق في النقل فريق إيثار على رأسهم الأستاذ سلطان عمر مدير التنفيذي لمنظمة إيثار. يعني لا أدري ما هي اليوم الرسالة التي تود أو إيثار تود أن يساهم بها الجميع من الإريتريين، ما هي؟ طيب جزاك الله خير، مشكور جدا، جزاك الله خير أستاذ سلطان. أعتقد أهم رسالة بالنسبة لي في نقاط سريعة جدا، رقم واحد لكل إريتري كن سفيرا لقضيتك. لا يعقل، لا يعقل كثير من الأحيان نصل إلى مؤسسات أو إلى مجموعات ولما نكلمهم بالقضية يقول يا أخي بيننا إريتريين عمرهم ما ذكروا شيء عن مشكلة عندكم، يعني لا يعقل أنك أنت تكون متواجد بالناس. فكن سفيرا، يعني الكل مثلا يتحدث عن قضاياه، فإحنا الإريتريين يعني خجولين جدا ونموت في داخلنا ونعاني في داخلنا ولا نتحدث، وقليل جدا من يذهب يعني إلى صناع القرار عشان يغير الموضوع. فبعد الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل طبعا هناك يعني طرق، فكن سفيرا لقضيتك رقم واحد. ثانيا بإمكانك أن تساهم بشكل مباشر مع إيثار من خلال تبني مشاريع صغيرة، قد مجموعة صغيرة ممكن يتبنوا روضة ما تكلف أكثر من $2,000، $2,000 لمجموعة والله ليس كثير، يعني ممكن يتبنوا مشروع علاج مجموعة من يعني تكلفة علاج ماء العين. نعم. ناس يعني لا ترى النور 20 سنة بسبب أنه ما يقدر يسافر من معسكر اللاجئين والله إلى المدن قيمتها لا تتجاوز 30 ريال سعودي اللي هو probably about 7-6 pounds يعني 7-8 باوندات. تخيلي لو إنه وفرنا هذه المبالغ للاجئ إنه يروح من معسكرات اللاجئين عشان علاج مجاني في كسلة ويرى النور مرة أخرى. طيب ممكن الشيء الآخر بالنسبة للمقتدرين، يا ريت ينظموا لما يروح السودان، يا ريت يزور معسكرات اللاجئين، يا ريت يتكلم مع إيثار، ممكن الناس اللي ننظم لهم رحلات إن شاء الله تعالى، لكن هذا من أجل أنهم يزيدوا التوعية في صناع القرار. طيب. الشيء الأخير
عندنا الآن مثلا بادرة طيبة جدا من مجموعة كبيرة من الأطباء ما لا يقل عن 25 إلى 30 طبيب موجودين كوحدة يتواصلوا ويتعاونوا معنا عشان نشوف مشاريع طبية أو مشاريع في الصحة كيف ممكن نساعد أخواننا في معسكرات. فنتمنى إن شاء الله من الجميع التعاون. في أقل من 30 ثانية أستاذ سعيد، أنت المدير المشروعات منظمة إيثار، ما هو أهم مشروع حاليا يحتاج إلى الدعم والتكاتف؟ اليوم إن شاء الله تعالى، يعني أنا فين الكاميرا، نعم هذه حملتنا الرمضانية، نعم. أتمنى إن شاء الله لا يمر هذا رمضان إلا وقد ساهم الجميع هذا اللي هو الأرجنت، هذا هو العاجل جدا الآن. يعني عندنا نعم الطرد الغذائي ما قيمته 50 باوند بالنسبة للطرد الغذائي السلة الغذائية لمدة شهر أو أكثر للعائلة وعندنا أيضا كفالة أيتام المياه سقيا ماء والتعليم. زورونا في موقعنا، تواصلوا مع مكتب إيثار، تواصلوا مع ممثلين في كل مكان في العالم. يجب أن نتعاون خلال شهر هذا رمضان أن ندخل الابتسامة في قلوب إخواننا وأخوتنا في معسكرات اللاجئين. تقريبا الطرود، بس نذكر بالأسعار، نعم الطرود الغذائية ما يعادل 50 باوند استرليني أو تقريبا 250 ريال سعودي. الماء اللي هو 30 باوند أو ما يقارب 150 ريال سعودي. المساهمة أيضا في كفالة أيتام 25 باوند أو تقريبا 120 ريال سعودي أو 125 ريال سعودي. طيب يعني هذه ربما هي البداية، وإن شاء الله نتعاون معا بالتأكيد. جدا سهل عبر جدا عبر الفيسبوك، نعم. عبر الموقع، رقم التليفون موجود في كل المحتويات بتاعنا على الفيسبوك وغيره إن شاء الله تعالى. مشكورين جدا أستاذ سعيد عبد الرحمن مدير المشروعات منظمة إيثار، شكرا جزيلا لك. شكرا. لا أدري زميل عمر يذكرني يوم الأحد المقبل، نعم هناك حملة، نعم لنقل هذه الحملة في قناة الحوار. الحوار إن شاء الله يوم السبت يوم 18 سنكون، نعم. هنا إن شاء الله من الساعة تعالى. من الساعة التاسعة مساء إن شاء الله تعالى سنكون في قناة الحوار. شيء جميل. والليلة أيضا نحن متواجدين بالذات، نعم. المتحدثين اللغة الإنجليزية موجودين، نعم. في قناة إيمان، نعم. من الساعة الثامنة مساء حتى الثالثة صباحا إن شاء الله قناة، نعم. إيمان شانل إن شاء الله تعالى. الجميع يتابع ويشاهد، نعم. ويساهم ويدعم إيثار الخير من أجل كل أبنائنا وبناتنا في هذه الصور التي فعلا هي صور مؤثرة حقيقة. إذن نشكر الأستاذ سعيد مرة أخرى، سعيد عبد الرحمن مدير تنفيذي مدير المشروعات بمنظمة إيثار، أيضا نشكر الأستاذ سلطان عمر المدير التنفيذي لمنظمة إيثار وكل من يقف مع إيثار من أمناء ومشاركين ومساهمين. مشاهدي الكرام كالمعتاد سنقف معكم الأحد القادم بإذن الله تعالى، انتظرونا في ملف جديد. هذه تحية مني ومن فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع كل إشراقة شمس نشعر بالإنجاز، مع كل زهرة تتفتح نتنفس الصعداء، كنا نتذكر عندما بدأنا عام 1990 أن الطريق طويل وأن القمة لا يصل إليها إلا مثابر. 15,000 متر مربع هي المساحة التي تعمل عليها مصانعنا. أنتجنا حتى نهاية 2014 1,600 منتج طبيعي، 10,000 مريض يستخدم منتجاتنا يومياً، 450 موظف هم رأس مالنا الحقيقي، 3,000 اتصال نستقبله يومياً، 2,000 نقطة بيع في تركيا وحول العالم. وكلاؤنا منتشرون في 25 دولة. نورس، لقمان الحكيم، من الطبيعة نصنع الدواء.
نفخر بشركائنا ووكلائنا حول العالم. تواصل معنا لتكون وكيلا لنورس. جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية، من عمق التاريخ إلى آفاق جديدة في العلوم والفنون. كافة التخصصات الجامعية على مستوى درجة البكالوريوس والدراسات العليا، العلوم الإنسانية والأداب، الهندسة والعمارة، الفيزياء والعلوم الإسلامية، الفنون الجميلة، القانون واللغات. جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية، لا نمنح التعليم الجامعي فقط، بل نمنح القيم أيضا. لا يجب أن تتحدث عن الحب، بل عليك أن تتحدث بحب. فكل النصابين يجيدون أحاديث الهوى. ولا يجب أن تتحدث عن العدل، بل يجب عليك أن تتحدث بعدل، لأنه لا يجيد الحديث عن العدل مثل الظالمين.